تجربتكم مع السلامة. مرحبا ناس كل، إن شاء الله عديتوا معنا بعد شقن فترة ممتاز، خاطر السهرة باش تكون حلوة برشا اليوم، ونحليوها بمبلغ 5 ملايين كاش للربح غدوة. لقيت هذايا كيما نبداو كيما هكا ليميسيون، تنجم تكون أنت اللي عندك الخمسة ملايين، دونك خويا تحرك، ما ضيعش 5 ملايين على روحك، تفرهيد الأولاد، رونتري سكولير على بكري، مصروف الصيف، العيد الكبير، العيد الصغير، مهبة العيد. هكا ولا حكيم؟ أنا في أوبل هسيمات 85 68 5 ملايين كاش يكونوا ليكم أنتم إن شاء الله اليوم. دونك فازي ما تبخلش، أبعد خويا 5 ملايين كاش او بالاسماس على 85 860 خويا يمين. شنو تعمل بيهم 5 ملايين بعلوش؟ انا ديما ليله النص ندعي يمين. تدعي؟ ديما ندعي. غدوه ليله النص سي. اي خويا ليله النص ماشي. دونك الشعب الكل في بلاصته ادعي وابعثوا اسماس خويا 5 ملايين فنقسموهم بعد ما بعضنا وكا. ابعثوا باش تربحوا 5 ملايين كاش. اليوم تحضر معنا الجميله الانيقه. عندي مده ما قلتهاش جديده قايت معناتها شهرين تالي وصلنا النص عاد شديت روحك يا دار رمضان كامل بيت في الدار وقايش بيت في الشارع معناتها ابعث تربح 5 ملايين اعطيني معاك على الاقل حق وتيل معلم الجميله الانيقه سونيا مرحبا سونيا مرحبا سونيا مرحبا مرحبا عايشك عايشك صحة شريبتكم مرحبا بكم زيدا أنا فرحانة بكم وفرحانة برشا خاطر الاستوديو هذايا القناة هذايا ساعة عزيزة عليا وخاصة الاستوديو هذايا اللي عملت فيه كاستينج وتعلمت فيه وتدربت فيه وقدمت فيه النشرة الجوية شكون اللي عمل الكاستينج؟ ريم نور الدين سلموا عليها صديقتنا ريم سلموا عليها برشا جايز كان جيت في كاستينج تقبلها تمثل معاك ولا؟ اي انا الله لا 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 يزي مريخ شفتها تخدم باهي لا صابر امي عزيزه موافقه جايس ولا في كاستينج تقبلها ولا لا عندي رايي انا تبارك الله عليها محلاها مزيانه بدنها حلو عندها بريزونس وانا نحبها بصراحه ربي يخليك ربي يخليك الله الله حكيم عن السؤال امين تقبلها في كاستينج حكيم غيانا دير عندها فلوس راه زاده اش عندها؟ عندها فلوس شنو اونتخ اوتخ هذاك علاش شنو هو السر نتاع اللقه في عينيك هكا بغتة لا نحبها برشا خاطر هو عامل بونمون في الشارع بطبيعته ما لا اللقه لونتير لا والله نحبها برشا في الشارع ما بطبيعته ليتيسيا فريمون الي تخي تخي بيل جي بيان ايمي سون رول جور كوم هاي اسمع سيدي حط ليتيسيا مغرومه بشور باه وانت بحروش أنا سونيا نعرفها من قبل تمثل تعجبني تأدي دورها كما يجب وعطيها صحة في الشورب عجبتني على الآخر مازال خاطر فما نحسها لا تحكي لهمش عاد أنا قلت لك أنا قلت لك فما أي ما نقولش أما ذي ما بيناتنا معناتها ما نقولش باهي مريومة مريمة لو ليه هوني أول مرة راها ومحليها وسينو أنا عجبتني فيها حاجة تعرف شنو هي مريم اللي هي ناتوريل معناتها أنا راني نفخة كان شفيفي خليوني رايضة بالحق معناتها وجهي مش مبدل اللي ريناك في الشورب سنة معناتها ريناك كليت تريح برشا هكا ولا ايه؟ تريح مش برشا مش برشا جمعة تريحة شنو؟ تريح مش هي شوف الترايح معنوية اي صحيح ترايح معنوية بالسين بالسين بالغزرة فما إهانة في المعاملة مش بالضرب مرة بركة شدني من شعري الحمد لله وبالسيف الحقيقة معز خاطر هو من الأول كيمشي يمثلها كينو شاددني من شعري يشدني من هنا قعدنا نعاودوا فيها هذا كان المشهد الوحيد اللي قعدنا نعاودوا فيه خاطر نحب يوجعني أخي قلت له اسمع معز تو نحن الكل من نبطاوش فيهم هذا بالذات بالله يشدني بالحق خلينا نكملوا المشهد هذيك الوحيدة سمعت حتى فما سين معناتها عنيفة شوية تنحات كريمة اي بيطلب من معز ما حبش ما حبش يا خويا انت كنت قابله ولا والله شوف انا ما نقبل خاطر هذاك هو الدور معناها فهمت شنو فيها بالضبط السنه هذه صح زوج شلاب اقوى مشتر فيها ضرب فيها ضرب ضرب فيها ضرب اي بالرغم هو راه معز من الاول قال لي انا باش نمثلها مش باش نضربك بالحق مش باش اما بعد نحاها ما يعني حكي مع المخرج والمخرج اقتنع قال نجم يعني هو مسلسل فيه برشا عنف وانا اصلا معاملتي لها باش تكون قاسيه ما فيش داعي انه تضرب انه نضربها يعني برشا نرجعوا باكثر ديتاي على الرول نتاعك في شوربه مقبل لايك ديسلايك سبيسيال ترايح في ليميسيون سبيسيال رمضان كل
مرة باش نوريكم طريحة من عمل رمضاني وقولوا لنا شنو رايكم في الطريحة هذه. نبداو بالطريحة الأولانية. سارق شدوه ساكي كلب ولد الحرام مش عليك تي وينو شدوه شدوه ولد الحرام. ادش بيك تو انت تضرب رجعت للنطرة دونك تصفيق على كريم والصادق وليه تسلموا عليهم أصدقائنا في دنيا أخرى. باه الكف أطرح عجبتكم ولا ليه؟ أحمر وإلا أزرق تقضي تريحة ولا ليه؟ أيا مريم مريم سخفني شكون سخ؟ كريم ما تحبش فيه ليلة مش بشرقم بالحق ما توجع مسكين عليك. هو كريم أنت ما تحبش فيه؟ ليه هو ليه هو ليه باه بالعكس لايك معناه ليه ما عجبتنيش نحبوش هيك الكف. باه وانت بقى جايز؟ انا عندي مده ما شفتش البوق حلايبي كيما هكا. باهي سونيا عجبني الكف صح هو كريم والله ديش صدق جايز قال كريم يغيظ هو مسكين ياكل في الكفوف اما بالحق يضحكني الرياكسيون تاعو ضحكني كيف على لذه الشلبوق شنو هو؟ معلوش على بلاكس تاع صادق 84 على 8 ما عنده يا معلم 16 نوفيام سورفاك صادق امي عزيزه اللقطة حلوة ما نجوز ممثلين أداوها كما يلزم كما يلزم ليتيسيا تريحة كوية مخلوق أنت ما تحبش تريخة لا لا جو با تحبش تريخة عاقلة ما تحبش تريخة رجولية شو أنا خدمت معاه صادق حلواس ونعرف شنو معناها جيجو اللي يضرب به دونك ضربك بالرسمي؟ لا في مكتوب مسلسل مكتوب اي حق هاي تذكر في التورتور اللي عملها لي الكلها من عند صادق حلواس فما زاد معناها يدوز ويمنطي بالقدا فما واحد زاد كلاب من عندي انا شلون مقابلني هو زاد لا مانيش انا لا بالله لحظه تحب نذكرك الطريحه اللي بعدها قرون هذاك لحظه برك يا جماعه الطريحه اللي بعدها من سبع صبايا تريحة بعلوش في سبع صبايا شكون عجبته شكون ما عجبتوش ازرق ولا احمر انت شنو علاش ما عجبتكش مريم؟ لا توجع توجع ما سختو من عند نورس جربت كريت من عندك عبيت ايه بالرسم الباب طايحت عليك الباب الباب انا باه بعلوش سخفني بعلوش سخفك لا البرسوناج ضربتك بالرسمي هي ولا لسه؟ بالرسمي هي شنو عجبكش زاد؟ ماضي راهي طفل وليه القوة فينا انت؟ هكا المخرج في وذنك ما اقسم بالله يستحلى اقسم بيدينا الله بين السيكونس بسيكونس نقول له خلفاله شنو باش نعملوا تو قال لي تو واش ذاك اللي تريح قال له باهي هاي اللي من بعد من بعدها بيستين مغروم والله اقسم بالله والله يقلق يا بيستين يا سيكونس شنو السيكونس باش نزيد باروش هيك في تريحه يا سيدي تصليش على سيدنا محمد كواليس خويا كواليس عمرك شريت واحد يصور من 6 تاع الصباح لما 3 تاع العشيه 5 سيكونسيت ورا بعضهم 3 ترايح زوز بيستين ولا تقول بيتزارية مش باه سونيا عجبتك؟ عجبتني وحلاها فيهم بلوس يستحق برشا اي خاصة رجعت له هي مشيت من بعد رجعت له معناها كان واحد ضرب المرأة راكي دفعتي واحد يضرب الرجل شو تسمى هذاك اللي يمشي وحده في المسلسل لا بعلوش برك يعرف سوك مونبيل هذاك سوك مونبيل ها سوك مونبيل سوك مونبيل فوالا سوك مونبيل هاي حكيم عجبتني جوستيفي جوستيفي بالكدا على شمتة فيه هو ليتيسيا عجبتك يا عزيزي اللقطة حلوة ولا اللقطة حلوة؟ اللقطة حلوة مادام بعرف شكل في تريحة حلوة برشا تريحة اللي بعدها توت سويت شنو هي السي مسعود؟ شنو هي الهدى اللي هدتوها علي؟ بالله الراجل فمه قطعته له تروف تروف الناس اللي انت محكوم عليك 6 شهور سرسي اه وانت جيت توا باش توقفني يا كان ما تراش معنا ما فما حتى مال علي بوني انت علي بوني تشرب لايك ديسلايك اي يا جماعه لايك ديسلايك جايز مريم نعرفش ما تعرفش لا عجبتك لا ما عجبتكش لا ما بين الزوز علي حايره معناتها دورتك شو عجبك وشنو ما عجبك صحيحه ولا مش صحيحه
قالت لي مش قوي كي طاح على غير في انت قاعده اخصائيه في تمثيل تاع الكرتوش فزيت برك الله كويس كروشيه يعمل كيف كروشيه ممتاز سونيا عجبتني خاطر ما توقعتهاش منه اي معناتها حتى البوليس ما يستناهاش اسمح لي الشعب يستحلى يبدا والله الشعب الوحيد تيح قدامه ويقول لك اه في ذي ضربه بالحق في ذي شنو رمال انا عجبني شالبوق امي عزيزه والله مفاجأة حلوة ما مفاجأة حلوة ما كنتش نتصور باش يضربوا تركي في طرافي باه ليتي ساعة سي ترو اغريسيف ما تحبش العنف انت لا لا مش عاصفة قدمها لوتي جابها بالضبط اللي بعده باش نمشيو لحياة خاصة في كارتاج بيس شوفوا اللقطة هذي وانت بجاه ربي ايش مدخلك والله يبارك باه كلكم تصدموا من الكف الاول ومن الكف الثاني حياة خاصة في كارتاج بلوس يا بعروش انا هكا خوي باه خليك هكاك نقولك عليه ثلاثة ليه نبدا من سونيا علاش؟ ما عجبتنيش شنو اللي ما عجبتنيش؟ ياسر ياسر لان برشا كفوف برشا طراية ياسر انا هي منهم هي كيفاش ضربته وهو كيفاش ضرب ما عجبونيش ياسر كيفاش تعجبك الضربه يعني ما طول الاخرين حسيت تفاجأت بالضربه سوى الطفله رجعت البعلوش ضربته ما تصورتهاش منها لطفي كيفاش ضرب البوليس اما هذوما زوز ما قبلتهاش دولك براسي يصيروا بعضهم بغرفه بالضبط اي بالضبط كيس انا ممثل وضربت ممثلين في اللعبه الضربه هذه فيها برشا غل وامبروفيزي حتى ردة الفعل بتاع الولاية تجاه طفلة امبروفيزي ماهيش صحيحة والكف متاع عنف جراتوي الأولاني وتكفيخ الطفلة ثاني وحتى الامبرو متاع ضربين يشفروا فيه كلها امبروفيزي ما كانوا نجموا يتجاوزوها ما يأخذ حتى طرف ومارقة الكف متاع الطفل عجبني اللي هيك ليتو اما التريحه اللي هو معطاوها للطفل ظاهره غلطه ما عجبتكش يختاروا في الطرايح عجبنا ما عجبنا حكيم الكف متاع الطفل قعدت برشا باش تعطيه كف وهو الى مي دو تون انكور حتى اللي نستوي درشنو باش يوري رجوليته باش رجع دونك مركبه ما ليستوني بارده بارده ما جي ما حتى جي تروف كي سي ان تري موفي اكزامبل pour les adolescents qui vont regarder ça باه قد صورة هاي قالت جملة مفيدة فعلا تقفى فريمون سيبره حتى اللي يمن دي زنفون كي رجر سا أمي عزيزة عام كامل بالكونتر أمي عزيزة عجبتها بصراحة برشا غل فيها برشا غل ما عجبتك هذا زرقة اي نعرف برشا غل ما فيها مفيش ملامه الحمد لله باه اللي بعده نمشيو زملائنا في قناه الحوار كسرت له كرومته اسمعني الاختي نقول لك نعرف اللي انت عندك فرد كعبه ولدك مريض وتحب تاخذ له بخاطره على عيني وعلى راسي اما ماهوش على حساب بنتي انا ماكس بفرد كعبه ونقوم نكبلها سعد هنا ليله فرحه ونقلبه لازنيزه وفي جره سكون عاد في جره ولد بنت ميجر باه مريم بالميمي كف نجله بن عبد الله كلها لايك على الاخر نبدا انا هاي ببدا الحاجه المحلاها في الكف نتاع مريم المامي كونه نشوفه فيها تحضر في روحها فما غل فما بيرسوناج فما خدمه من داخل كذا الكف كي خرج غلط اي مش خويا خرج سيس خرج سيس يس سمعني ملوك وبيات تحبوا يضربوا نص محلاهم نجله ومريم اما الكف خرج غلط اما تحضيره به باه وانت سوني روعه روعه الكف هما زوز ممثلات بصراحه روعه زاد انت بلاصتك كيفاش تعطيه الكف هذاك اوكي بعرفش بجنبك نعطيك لا مستحيل لا مش مشكلة اضرب لا لا مستحيل فيش غيرك لا في تمثيل في اطار تمثيل خصائص المخرج قال لك فازي قال لك ما عنديش بيسين وما عنديش ريحة والله نحسه ما عامش في صغره خلف الله عايز تيكونش قول لي ما راعوه قال لك خلف الله خاص يحرز ما عندناش بيسين في القناة والله وكاش راك تعمل عادي الابيض هذا مخرجين شيخو كي على مشاهد العنف يظلي نذكر عمناول في المنارة
كان وقتها فتحي الهداوي باش يضربني ويدزني في الجازون. بعد جاني عاطف قال لي ليه ليه تنحات؟ قلت له بالحق؟ قال لي شرميك في البيسين. قلت له ليه؟ قال لي والله كريدي بالخير. قلت له كيفاش بصباتي باش ترميني في البيسين؟ صح تخلف اي صح هو فما نهار هذايا فكواليس نورمال ما يتحكاوش. فما نهار بعلوش ما تزازته منفوخه في التورناج ومشى لخلف الله يحكي له باش يقول له زازتي منفوخ. شنو قال لك المخرج؟ قلت له اغزر وجهي ديفورمي تقول كوره بو والله العظيم. معاك قلت له راهو النفيخ واصل العينين. قال لي حشنا بك كيك. قلت له خلفر شنو حشنا بك كيك؟ قال لي مو سيكونس اللي عندك تو بشكل تريحه دونك تريحه تولي جيستيفي لفخت لك. قلت له بس سيكونس اللي من بعدها. قال لي نحيناها باش نعملوا تريحه نتاع الحلقه اللي من بعد. والله راهو نحكي بالرسمي اقسم بالله مش عادي والله العظيم. باه شكون يحب يعطي رايه في أمي عزيز فتريحة نتاع مريم بن مامي وكف مريم بن مامي النجرة العظام؟ مريم فين وحتى الكف ما عطاتو شي قوي برشا عطاتو فين بيت نورمال كف بيت كف بيت وانت اللي تيسا عجبك كف ديان في من الشميتية مرة ما يعجبها شيء بلا قالت لي وش بي بور لي زادوليسون باه مريم ما عجبكش انت خاطر حبيتو كف ما اقوى وعلاش مات هكاك هكاك باه تعداو الاخرين كف الاخرين اللوز قلوب تركيا يا قلوب بيضة يا لبي يا بنتي عايش خويا عايش هي هي وشديتك علي تمام شكون انت شكون ما عرفتنيش انا شكون لا ما عرفتك شكون انا بو الفواكه الجافة باه هذا صحري بحري الشيخ عليها شوية فاز احمر ولا ازرق الوليد صاحبي صاحبي حقها اي اي صاحبي ما عجبكش تحسوا ياسر ممثل علخ حس كاني نتفرج في حاجه عندها 7 سنين تيلي ولا اكثر يعني لي في نتاع الكف تقدر تقدر ساعه شنو 7 سنين تيلي معناها الناس كانوا يمثلوا بالخايب لا 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 تكلم يعني انا اسمع فيها النغمه هذه 7 سنين تيلي لا 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 مش نحكي على انه قبل كانوا ليش شنو جايس بك شوي بشوي بشوي لا 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 فهمتي بالغلط انا نقصد قلت لي في هذيك نتاع البونيه وحس البونيه هذيك ديجا فو معناها شفتها والممثل هذاك زاد شفته معناها يمثل بالطريقه هذيك حتى كيف اللي كليته وانت شفته جبدة شعر شفتها قبل ما تتنزل في موقع اخر في موضوع اخر في فكره اخرى علي اخي نقول اما هو ماست الكف ماست قديم قديم الكف قديم ما يكفيش شاطرك الراي ما فهمتش علاش ما يكفيش ما يكفيش كونه ماست جبرم مريم مش قادر نتاع 7 سنين عندي 7 سنين نقصد بها حاجه تعداو للضفه اليسرى هاي حكي ليش ما عندي ما نقول هذا الكف هذا تروا باس قاعد يحفظ فيه شنو تقول لي ليتيسيا صافي ترو فيك صافي فيك ام عزيزه الكف ظني مش قوي برشا مع الصون هو اللي هولها الحكايه الكف مش قوي مثلا فرضا عندك رول باش تعطي كف الحكيم مثلا تعطيه بالرسمي كف لا ما نعطيش لا مش كيف الصون هو اللي يزيد كيف لم مصر هذوك ممكن تسمع البوني قبل ما تخلط به نمشيو مع بعضنا نعملوا طله الاولاد على حومه شورب تو تسويت نمشيو نكتشفوا مع بعضنا حومه شورب وفيها اخبار منه صديقتنا سونيا هي مقدمه نتاع اخبار هكا ولا في قناه حنبار دونك باش تقدم لنا اخبار حومه شورب دونك نيوز شورب تو تسويت في ليميسيون سبيسيال رمضان مرحبا بكم في شورب نيوز ونستهل نشرتنا الإخبارية بالشناع والمشاكل والربط والربطيات حيث أكد لنا مراسلنا حمدي كشكوشة أن مسلسل علي شورب بث البلبلة في صفوف المواطنين والمواطنات وتشمل هذه التغيرات فئة معينة من المجتمع وبالتحديد الفروخ بمصر حيث عبروا عن اقتدائهم بالبندية في حياتهم اليومية الرومانسية وحتى الإلكترونية وإليكم بعض الأمثلة خليفة ولد ناناتي بعد ما يأكل كعبة الياغورت يحط كوردون في فمه كريم بارفان أكد لنا أن 25 ثانية يكفيوه باش يمشط شعره سرور هيلو كيتي وصات خطشيبها باش يجيب لها بيكيني
دنجري والكشمة يوز النار. خالتي جليلة قالت ليندا بنتها قص معايا سلطة، قالت لها عيب تجبد الحديد وعيب كما تعرفش تضرب بيه. وأخيرا وأخيرا اسكندر حلوى حرابش خلع الكرهبة في لعبة الجتية، كتب ستاتيو قال نحكم في رباط كامل أما قلبي ما نحكمش فيه. في أخبارنا الرياضية، وبعد دربي العاصمة بين الكبشين لنجر وكبش ولنجر وشورب عفوا الذي انتهى بفوز الأخير، نذكر مشاهدينا أن هذه المسيبة تخللت 6 قرعات وبعد لنجر مرح مرح ورخ. وأكد لنا علي شورب في دردشة قصيرة عن طريق التندر أن كبش لنجر خاف وسل وزاد هرب على روح. وأكد لنا أيضا لنجر كي خسر كبشو شم الخنن في الحكاية وحسها لغة حني حني وغيبها لعلي شورب، مما أدى إلى التدخل السريع علي فريال جراجة اللي جات شخصيا من مصر لإنقاذ علي من الموت المؤكد. وبعد ما جيت هبطت ستاتيو قالت لي هي نادمة. وإليكم العمود الفائز لهذه الجولة، الكينغ ومارادونا 6 قرعات، بودرن وهفوف 8 قرعات، وشلة فيتنام و5 مليون 30 قرعة و10 غرز، بوشيبا وهتلر 80 قرعة، مع العلم أنه بوشيبا فرناني وهتلر قصاص. في أخبارنا الثقافية والاجتماعية، وفي قانون كي تغدر لازمك تطيح، ولد المرأة غالب ومغلوب والفار في حومته صيد، أكد لنا كل من علي شورب عمار الجزار وبقية الأولاد على ضرورة استعمال البنية أكهو في المشاكل ومقاطعتهم للتكنولوجيا الحديثة مثل البوسعادة وال14. وكل من يلتجأ لاستعمال هذه التكنولوجيا يعتبر مهوش باندي وإنسان ضبعي على الأخر. كنتم مع شورب نيوز في رعاية الله. اسمعني، شنو الكلمات اللي يظهروا لك بيزار سونيا؟ والله كلهم الحقيقة كلهم بيزار. الكل كانت عملها في حنا بعلا كي يجيب أكثر أوديونس. والله ضحكتني على الأخر. واحد يقول لك واحد سلو تظن فيه ولا ليه؟ قالت سلو سلو. شنو الكلمة اللي ما فهمتهاش فيها؟ ظهر فيها ما يسر الكلام. الكلمة اللي ما فهمتهاش شنو؟ والله برشا. كلمة شلة، قلت شلة هو يقصد بقى شل، معناتها شل على روحه يقول ما الكبش كي يستريح على روحه. برشا برشا كلمات كبش ليه الكبش في العرك فنطيح، هذا جارجون طيح. وافقني جايز جارجون طيح ولا ومرح و اي بالجروب تاع طيح جارجون تاع طيح. فمش كلمه ماري ما فهمتهاش ليه صفا برشا برشا كلمات. امي عزيزه شنو كلمه ما فهمتهاش عزوز؟ ولا برشا كلمه ما سمعتوش انا ساعه برشا كلام ما وصلنيش لهنا. وهي اسمع تلمو تكلم بشويه على خاطري. تلمو هي حنينه، هي صوتها حنين وهي حنينه وفينو. وانت سقيفه طويل شويه ام عزيزه. صحيح جات مع بعضها. لا لا نسالوا الجمهور وسمعوش حاجه. سمعتوا حاجه الاولاد؟ ما سمعوا شيء. بالليل قالوا ليه خرجهم؟ بالليل سمعتوا ولا؟ ولا خرجهم كل هذو بصيبه. تونسي تعداو يوسف صحري بحري ونرجعوا لليفيسيون. اهلا وسهلا، صحة شريبتكم ومرحبا بكم في سحري بحري. الجمعة هذه شد انتباهي عمل ممتاز جدا، جنون القايلة يتعدى في الوطنية 1. جنون القايلة قصة 5 أولاد صغار يلقاو رواحهم من 2018 تعداو 1951. نحن اليوم نهار شنو؟ 6 سبتمبر 1951. الأولاد هذوما رجعوا في الوقت، يعني من 2018 مشاو ل 1951، فما مسلسل يتعدى في قناة التاسعة، الأحداث نتاعو متصورة في الستينات. غير البطل نتاعو الله اعلم كيفاش عمل من الستينات مشى ل 2018 وفوت في الانتخابات البلديه اللي فاتت. سبعوا بالازرق مجربه بالقارص وزيت زيتون القارص تاع برونزاج. مناضل لك عليش ورب خويا مناضل من الستينات ل 2018 وطني ينتخب بكل شيء. مبروك علينا
وتوي سرجيل جو سوي فيير دتر تونيزيان جو سوي فيير دو لا تونيزيان مبروك علينا يا ربي. نكملوا مع جنون القايلة اللي بصراحة عمل ممتاز جدا سورتو في ليزيفي سبيسيو. كيف كيف ما يبعدش على بعضه تاج الحاضرة قوي برشا في ليزيفي سبيسيو سيرتو كي ممثل يتكلم ما غير ما يحرك شفايف. بس هولي هذي نجم تنساني؟ نجم تعرس برجل آخر؟ طولي صار صار. نتعدل ضيفتنا اليوم سونيا اليونسي. وينك هالغيبة؟ هاني يا سونيا هاني. اه تعرفي خايتي مسكينة راك مسخفتلي ما عندكش زهر في الرجال. انت كي تحكي هكا تولي تخوف. ليه يا سونيا ما تخافش نحكي على المسلسلات ما عندكش زهر مع الرجال في المسلسلات. فتحي الهداوي عاملين تحت بواحد مهبول في المسلسل سوا. عايش. لا والله اخوي. كيف كيف ما عندكش زهر تحت بمعز القديري كل يوم يعطي فيك في الخنيفري. تعلمت القباحة اقل منظرك. اش كنت تعمل قدامة بالدار؟ واش نبهت عليك ألف مرة ساخي ما تحطهاش برا؟ وايات الله ما زلت راك في الشارع راسك إلى ما قصوا لك. ان شاء الله عام الجاي يا سونيا ان شاء الله عام الجاي تيح على راجل به. اما نقعد ونسني يا مان. لا يا سونيا محليها قايدة معاك اما وقيت وقيت باش نحكي لكم على افضل كوميدي رمضان السنة. لمثل في سيتكوم لمثل في مسلسل اميسيون تاع كوجينا ما عملهاش اما هو احسن اكتور السنة. متعنا متعنا على الانترنت خويا متعنا وشيخنا. يا صاحبي لسان خرج في الحلقة الرابعة ما فهمتش انا في الحلقة العاشرة شنو باش يخرج له. نخليكم مع بقية الميسيون نتقابل معاكم نهار الجمعة الجاية وجست نحب نوريكم اللي رانا زادة في سحري بحري عنا ديزي فيس بيسيو كما في جنون القايلة بالضبط. تفرجوا كيف قابلوا الجمعة الجاية كان والد نادي خلينا رايضين. تصفيق كبيرة برشا على ساحري باحري. انتم في الميسيون سبيسيال رمضان تو سويت حضروا فليفوجيتكم فليفوجيتكم ونطيروا مع ترافل تو دو. سلام عليكم اهلا وسهلا وسلام عليكم بن فين دوكو سلام عليكم. ترافل تو دو المساند الرسمي لتبديل الجو. وي وديما نقولها وانا عاوده اللي يحب يبدل الجو يمشي مع ترافل تو دو ديما يكون معاكم وخاصه في المناسبات المهمه. ومن المناسبات المهمه اللي مازالت كي تعديتها هي عيد الامهات. ان شاء الله اماتكم الكل اللي حيين ان شاء الله ربي يفضلهم لكم واللي توفاهم ان شاء الله ربي يرحمهم. وفي عيد الامهات باش تفرح الميمه الغاليه بفواياج لشخصين الى اسطنبول. حاجه هايله على الاخر. هذاك علاش الليله استثنائيا باش نلعبوا جو لا ماما. لا ماما جو اسمه لا ماما. زوز مشاركين معانا اختارتهم القرعه جاو بحذانا باش يلعبوا هما والامات نتاعهم وينجموا يربحوا والفواياج القمقوم لاسطنبول. دونك هديه كيما هكا ما تنجم تجي كان من عند المساند الرسمي لتبديل الجو ترافل تو دو سبيسياليست الفواياجات الى تركيا. دونك قانون اللعبه سير برشا كل متباري يلعب مع امه. دونك سالناهم ثلاثه اسئله زوز متبارين باش نحاولوا ناخذوا الاجابات الصحيحه. نستقبلوا بعضنا المتباري الاول والمتباري الثاني. دونك ام احمد واحمد وام اماني واماني. اماني يقعد غادي ام اماني يجي بحذايا مدام مرحبا. احمد اقعد انت غادي والمدام تفضل بحذايا مرحبا يا حاجه. باه مرحبا يا حاجه تفضل مرحبا. باه اعطيو الميكرو بالله خلينا نحكي مع الحاجه مرحبا تفضل حاجه مرحبا تفضل بحال الميكرو هاك الميكرو مرحبا به هاك الميكرو بالله تعم زي ولا خلي عندهم هما خلي عندهم به. السؤال الاول به نبدا منك انت يا احمد. شنو اكثر ماكله تطيبها الوالده؟ اكله بربريه كسكسي. اكله بربريه تفدلك ها كسكسي كسكسي حاجه طيب كسكسي
قالت كذا طيب برغل. متأكد. للأسف الإجابة صحيحة كرسي. أماني الوالدة شنو أكثر حاجة طيبها؟ المرقبة نواحها الكل. نعم؟ المرقبة نواحها الكل. المرقبة نواحها الكل، كأنه ما فماش فوسكة جملة، خاطر الإجابة مرقة زادة كيف كيف. سبحان الله. سبحان الله. حاسس ما فماش فوسكة بكل. باهي خلينا نصعبوا شوية. شنو أكثر بلاد تحب تمشي لها؟ الوالدة، إيه؟ هي تحب تمشي تعمل عمرة هي ماش. دونك تحب تمشي ال؟ المكة يعني. المكة. للسعودية. إجابته صحيحة حاجة. صحيحة وليدي ما فاسكيناش والله حط طرف. هم ماني؟ ماما ما تحبش السفر برشا. ما تحبش السفر برشا. وفعلا ما تحبش السفر برشا، وأنت شنو قلت لنا يا حاجة؟ مكة قالت ما تحبش السفر برشا، دونك إجابتك غلطة. تحب تعمل عمرة حتى هي. باهي. السؤال الثالث. كيفاش تتربج بها ولا هي تتربج بيك؟ هي. أي. فيروز. نعم؟ هي. اي ملانه وخايش نخلي هي شنو نديلها يعني شنو نديلها انت هي تقول شنو تقول لك الساعه حمود تقول لك حموده وانت شنو تقول لها صوفيا مال لا حاجه ما تقولش لا لا هي دي ما تقولش حاجه حاجه يا حاجه ما فسكيوش فسكيو بالسرقه يا حاجه مش قدامهم مش قدام هي انت شنو تقول لها ما يعني ولا ما فهمتكش يعني الاسم انت كي تربج بها شو تقول لها؟ تعيطلها كي تربج فيوزه فيروز فيروزه فيروز باه لا لا فيوز فيوز فيروز فيروز تربج بها فيروز حاجه قول له كي تربج بيك شو يقول لك؟ دبدوبتي اه دونك اجابه غلطه كان جات صاحبتك راك تذكرت باه هاي امين نفس السؤال كي تربج بيك شنو تقول لك هي؟ تقول لي امونتي امونتي وانت كي تربج بها سوسو سوسو شنو قلت لها انت ماما قالت تقولي ماما ما تربش بيا ماناش فرض قدر تربش بيا عايش كي نبدا حاجتي بحاجه نقولها سوسو سوسو تقول لك سوسو ما قلتليش الاجابه هذه قلت لي ميمتي ميمتي دونك اجابه غلط دونك باقي 2-1 انت ما زلت رابح السؤال الاخير شنو اخر كادو هديته لها فرده شنو فيها فاسم شكون؟ اسمها هي، شنو هديلك حاجة؟ فردة فيها اسمه، صحيح. آخر كادو. دو كادو مش كادو، واحد أول حاجة نجاحي التخرج نتاعي وثاني كادو شنو؟ مش كادو خيتي خيتي. قالت لك والله هي قالت لك ليه كادو مش كادو، كادو أوكي، هديت لها شوميز. 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 إجابة صحيحة، شوميز. نورمال تهدي شوميز تهدي لها شوميز فوق تهدي لها روبة تهدي لها قفطان شوميز وين تلبسها حاجة شوميز في وقت الفراغ قالت لي باه ألف مبروك دونك الفائز معنا هو أحمد والوالدة نتاعو ألف مبروك للا ربحت مشية إلى تركيا تهزوا معاك ولا تمشي أنت والحاج شو الحاج وأحمد تبعثهم آه هاي باه سيبهم شعث هو وأحمد ألف مبروك ويكاند قمقوم للا ألف مبروك ليك تمشي أنت وأماني وإن شاء الله ربي يفضلكم لبعض ما تنسوش اللي مع ترافل تو دو ديما ثم لي بون بلون خاصة للأيرلي بوكينج مشيو أعملوا ريزيرفاسيون تاع العطلة متاعكم قبل نهار غرة جوان وتمتعوا بتخفيضات توصل حتى 30% كاملة في أعز الوتلة في تونس باش تتفرهدوا مع العائلة الكل دونك العائلة كل خويا تبدل الجو تتفرهدوا لمزيد من المعلومات تنجموا تمشيوا لأقرب أجونس ترافل تو دو على كامل ترابها الجمهورية تعملوا طلع على سيت traveltodo.com وإلا ننصحكم تطلبوا الرقم الأخضر 70-103-103 أهلا وسهلا وسلام عليكم خمسة ملايين موجودين لهنا يا خويا اجا هزهم اربحهم خلي يكونوا ليك انت ما عادش موجودين لهنا بحذايا يخليوا عليا بلاصه ما عندك انت انفع وان شاء الله يربحهم يستحقهم اللي يبعث او توا بالاس ام اس على 85-860 عنده 5 ملايين كاش جوست يبعث حرف او بالاس ام اس فقط الخمسة ملايين هذوما يوليوا ليك انت غدوه في نهايه الحلقه دونك فازي ابعث توا ان شاء الله مربوح 5 ملايين وان شاء الله ربي مربوحه بعد الاشهار لو غران انترفيو
كيما عمره حد ما عمل لك انترفيو هكا ولا انت عملت انترفيوات قبل ولا ايه بيان شوف الانترفيوات بالرسمي اليوم يا ربي يقدر الخير خاطر عملوا كي جيتني انفيتي نلعبوا بركه هكا ولا ايه صحيح عندي الفرصه نعمل حوارات الانترفيو بعض لحظات جوست بعد الاشهار مع سونيا وراجعين مع بعضنا لليسيون سبيسيال رمضان سبيسيال رمضان سونيا اليونسي تحضر معنا ضيفتنا صديقتنا وزميلتنا سابقا في قناة التاسعة وصديقتنا وزميلتنا في مسلسل شور باحد بالأدوار المهمة اللي باش تعرف تطورات كبيرة برشا ما نجمش نحكي لكم عليهم دونك تفرجوا في مسلسل شور كل يوم على قناة التاسعة وإن شاء الله المسلسل هذا كيما نال رضاكم حتى لتوا متأكد إن شاء الله مازال باش يزيد يحلى راهو الأيامات الجاية الانترفيو تو دسويت مع سونيا في ليميسيون سبيسيال رمضان مرحبا سونيا مرحبا مرحبا جوست سؤال وليني مش خليك هلاز وكا هو بعد ندخلوا في في الخبيلات اكثر جوست سؤال وليني تو انت نورمالمون مقدمه نشره جويه بعد مقدمه اخبار وتو تمثل انا هو منهم ثلاثه دومين اللي ترتاح فيها اكثر تقديم حتى انا نحب انا لا لا مش حتى واحد فيهم انا نحبهم الكل خاطر دخلت المجال بغرام انا معناها نحبهم الثلاثه والثلاثه عزيز عليا سواء تقديم النشره الجويه كتجربه اولى نعتز بها تقديم الاخبار كيف كيف ما كنتش اتصور روحي باش نقدم اخبار ولا نطمح اني نقدم الاخبار والتمثيل كيف كيف زاد اما انا راني ممثل قبل ما نقدم نشره جويه انت ممثله قبل ممثله قبل وفي الدنيا عندك سلدو سبور معاك ولا شنو شبيك عندها سلدو سبور شبيك وقتي اي سنتر دو بوتي هكا عندي اربعه عامله كي جي شنو هو؟ عملوا الكيجات نشبه ما ضويت. أنا في بالي من قبل اسمه ليدي ديدون كان عمل لك أنا شهر. فوق لي فاما. كان بناتك هاو باروش هذاك علاش ما في بالك شيء. بالنسبة لي أنا ليدي ديدون سي مون بيبي معناها عنده أربع سنين وفرحانة برشا بيه. إن شاء الله يتربى في عزك. ربي يخليك عايشك. بعلوش ما أقنعتك أكثر مقدمة نشر جوية مقدمة أخبار ولا ممثلة؟ ممثلة. ولا أستاذة رياضة. لا مانيش أستاذة رياضة أنا جيستيونير. سبيسياليست تاع رياضة. ايوه عجبتني في الرياضه وفي التمثيل اللي ما راهيش جايز انا عجبتني كانت مفاجاه انا كي شفتها تعمل في النشره الجويه النشره الجويه اعطتها روح تحس النهار محلاهي تعدى غدوه لا حتى لو كان عبوس قام تهريري تعدي تاخذوا تاخذوا مريم انت شنو تفضل؟ اول مره راها دونك ما نعرفش مريم كنت بقول اول مره راها احنا قاعدين تعرف شنو قاعدين نعرفوا فيك في اعرف بلادك حسك كنت فودر قاعده تعيش كل مره اول مره اول مره ما احلاها ما احلاها عايش مسراره وروحها خفيفه دونك الباس في الثلاثه اللي قلتهم لها تعدى في الثلاث تعدى في الثلاث في الاخبار في الميتيو ولا اكتريس 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 عجبتك اكتريس هي وياسر سمباتيك عايشه امي عزيزه حليم انا عجبتني كممثله وتقديم الاخبار تقدم الاخبار حتى الاخبار قدمتها بالكدا هو باهي راه يبدا عبد بوليفالون حاجه باهي والحاجه الباهي انه معناتها العبد ماذا بيه يجرب ادوار مختلفه صحيح حتى كيمثل ماذا بيه ما ياخذش دور يقعد يعاود فيه المشكل فيش انه عم نوريك معناتها الدور تاكل في تراح السنه الدور تاكل في تراح ما تسكو انت مغرومه بالطرايح ولا والله ماما وقت تفرجت في طريقه المعامله معز قديري معناتها مثلا اللي حاجته بعساس يعيط ممثل فلاني اللي حاجته مرات تاكل طرايح يعيط لسانية هي ماما قالت لي يا اخي عيطوا لك باش تضرب انت ولا شنو الحكايه شبيك يا اخي ديما قلت لها بشويه ويكمل المسلسل وبعد احكم عليها خاطر عطيك طرايح من الوبعه تولي تعطي طرايح لا مش هكاك اما مش كيف راهو مش كيف دوري في المناره الجمله جملة هي ما كيف ترايح فما نقطة تشبه اللي هي المعاملة سيئة معناها من الزوج أما راهو ما عنده حتى علاقة يعني أنا أنا راني قعدت نفلي ماك تعرفني أنا وخيتي نخدم على روحي نفلي لقيت تصاور هذوما بالزهر عندهم أكثر من عام دونك شوفوا مع بعضنا تصاور هذوما على الكونت انستغرام وكونت فيسبوك نتاعك معناتها عندهم أكثر من عام معناتها ذولي مغرومة بالحكاية مش بالرسمي ساشون كو تصاور مش بالرسمي هذيك شوتينج تحية هذاك ستيفي ستيفي هو عطاك تريحة بالمكياج ستيفي نشكره برشا وكذلك بشير بن عثمان المصور اللي هما أمنوا بالفكرة وطوعوا في الشوتينج هذايا يا علاش عملت الشوتينج نتاع الطرايح هذا؟ هو الحقيقة أنا كتبت برشا نصوص مش كتبت نص وحيد على العنف
كتبت على العنف وكتبت على مواضيع أخرى. أما العنف حبيت نص وصور، حبيت نكتب بطريقتي أنا الخاصة معها صور. فطرحت الفكرة على المصور وقال لي يعني مشي معايا في وكذلك ستي في فقط. هو أما أنا مش كتبت كان على العنف، راني كتبت على برشا. لا ما أعرفش شو قال، كتبت على العنف. معناتها عملت شوتينج وانت تاكل في ترايح. دونك مثلت عملت تاكل في تراحه. السنه تمثل تاكل في ترايح. مش بالعاني. دونك هذا كله مش بالعاني. اسكو اسكو الشخصيه معناتها هذيا تنجم تكون قريبه لسونيا في الدنيا؟ ليه؟ المراه التي تعرضت الى العنف والاضطهاد الجسدي والمورالمون فيزيكمون. ليه؟ عمرك ما تعرضت في حتى مرحله من مراحل حياتك؟ ليه؟ بالكل. نحسها توصل في مساج امين. شنو هو؟ الله اعلم. والله بالحق. انا قضيه ماني ندافع عليها وكيما برشا قضايا. اي ما مش دافع بقضيه، نجم كنت عندها. انا تو مثلا نحضر في نص. طب ليه قولي واحد يدافع مثلا، امراه تدافع مثلا على النساء اللي تعرضوا لاغتصاب خاطر هي عاشت تجربه. والله كتبت والله على الاغتصاب، كتبت ومحطوط في بيرويا حاضر. تو نكتب على العقبه. نجم يكون واحد مثلا تعرض لتجربه مريره في كونتكست معين يولي هو يدافع عليها. اسكو انت تعديت معناتها بمرحله انك تعرضت لعنف لفظي ولا جسدي من عبد باش خليك تبدل نظرتك تولي تقول تيان تو باش نهتم اكثر بالظاهر هذا؟ لا تعرضت قبل. لا تعرفت بلا يدخلونا كديتكتور دو مونسونج لاولاد تعملوا مزيان. ايش فاد لك؟ جيبونا كديتكتور دو مونسونج باش نرجع. علاه تصدقوه توا تسيبوا الانسان وتصدقوا الماكينه؟ انا صدق الماكينه وخايتي يعني. انا صدق الماكينه باه. هل تعتبر قياس انه هذا من وحده الصدفه؟ وينجم يكون من محض الصدفه، اما الصدفه وحدها ما تخدمش، لازم ثم موتور يحركها. يمن بقضية ينجم يكون متخصص فيها أو عنده موقف منها، ثم يزيد أكثر لو كان يبدأ في الانتوراج بتاعه وعنده شكون تعرض للشيء هذا. مش بالضرورة هو ينجم هو العبد قريب، عبد قريب، صديقة، صديق أو شاف دي دوكيومنتير ولا حاجة. ما فما صديق تعرض، صديقة تعرضت للعنف أثر فيك أنت؟ برش أبو؟ انتبه؟ يعني في الانتوراج أكيد فما، أنت نتصور أي حد يعرف على الأقل فما كوبل ولا فما فما حكاية متاع عنف سوى جسدي ولا. أنت ما تعرف صديق عبد مقرب ليك، امرأة ما تعرضت لي ما أنت تو تحب توصل بربي فرهد له على قلبه. سوني فرهد له على قلبه، فرهد له على قلبه. باش نسأل حب يخلط البياج. نسأل برا ديتكتور او جيره واه معناتها عليه مسلم مش بالحق تحكي. والله اي والله حاضره في الماكينه ما تتشارج. قاعدين يشارجوا فيها باش يجيبوا شارجر باتري. التصويره هذه مش في الحمله خرجتوها في السيري نتاع التصاور اللي فيها حمله ضد تعنيف المراه عمناول ولا هي في نفس الوقت اما انا هذيك وحدي عملتها. هذه وحدك يعني مش معاهم اما نحن هو وما عندها حتى علاقه. لا لا خطيها لا والله حاسس بيك انا ياسر. لا يمثل كيمو ما تحبوش حاسس بيك. امي عزيزه شنو رايك؟ والله يعطيها الصحة أنا الرام حطيك في تراحة يعطيها الصحة. ليه 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 معناتها على الفكرة اللي الأفكار اللي جابتهم هو راهو سي أمين أكبر شجاعة كل واحد كيكون يتعرض للمسألة كيما هكا ويحكيها ويواجه يقول هذه تجربتي وهذا كيفاش نجم نقاوم وهاو كيفاش نقاوم. كي يبدأ تعرض له هي أكدت قالت هي قالت ما قالتش قالت من عباد قراب ما قالتش ليه قالت معناتها ريت عباد قراب عاشوا تجربة وأقرب عبد للعبد هو ذاته. كي واحد يعيش تجربه من نوع هذا شنو ينجم يتبدل فيها؟ يعني يلقى برشا عبيد عجبهم النص وعجبهم الصور وبرشا عبيد ما حبوش تصاور زيد فهمت بون اقل اكيد اما قعدوا يحكموا عنه كيفاش نستقبلوا مع بعضنا ديتكتور دو مونسونج. ليه عاد ليه عاد بلا تصفيق على الديتكتور بالله هو واحد مازي سونيا فوالا مرحبا 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 سونيا تو تصدقوهم هذوما الحكايه صدقوهم ما يعجبكش زاد باهي شو اسمك انت؟ اسمي سونيا. اعطيني اسم بالعاد ليلى باهي خاطر تعرفوا اسمي نو؟ لا الديتكتور يعرف. هل كذبت علينا في معلومه واحده كذبه بيضه معناتها نورمال اعطيتنا كذبه مانيش باش ندخل معاك في تفاصيل محرجه معناتها هل كذبت علينا على قليله مريره في الحوار نتاع اليوم؟ لا سرطان مريرة مريرة اي كذبت علينا مرة واحدة مرة واحدة واحدة
اوبرا مو مارتين. علي مارتين؟ ما عرفش فيش ما نعرف فيه. في التصاور. مش سي في مش يطلع. مش سي في اللي عمل المكياج. لا سي في. خم مليح قبل ما تجاوب. هل تعرضت للعنف؟ لا. في الدنيا. خم مليح قبل ما تجاوب. رشاء العنف خمش ما تجاوبنيش خمم خمش تكون إجابة واحدة باش ينوقص ومانيش باش نعمل حتى ريبليك باش تعدى السؤال اللي بعده يا ماهوش باش ينوقص ومانيش نعمل حتى كومنتير ونتعدى السؤال اللي بعده. العنف راه مش بالضرورة يكون عنف جسدي. اي عنف راه حتى العنف المسلط للمرأة ومش ما قلتش من شكون وما نحبش نعرف من شكون. عم اسكت تعرضت ولا لا؟ إلى نوع من أنواع العنف اللفظي وإلا الجسدي ولا المعنوي؟ اي نعم وكه وبدل الموضوع. نتعدى اللي بعده ما عادش تنسأله في كواليس برا. هل الصور هذية دخل في الحكاية هذه؟ نوعا ما وي عندهم دخل. واحد كيكتب حاجة باش يستبطها من حاجة صارت ولا؟ ولا قلت لك عندها ميساج تحب توصله سمعتونيش اليوم. هل ترى في روحك معناتها تجاوزت المرحلة هذية ولا؟ طبعا ليه طبعا أنا ما نقفل حتى مرحلة أصلا. معناتها ديجا عندك تصور على انستغرام فسختهم. أنا علاش فسختهم؟ أنا هم تصور على انستغرام. هذوما هذولي كانوا موجودين على انستغرام. ليه موجودين مازالوا على انستغرامي وعلى الفيسبوك نتاعي مازالوا. مازالوا. وعندك تصور نحيتهم من انستغرام كانوا موجودين. كيما شنيا مثلا؟ أنا ما نعرفش. مادام لاحظت مثلا القبلة الشهيرة. طبعا مش نحيها يعني. مرحلة ومرت مش نخلي صورة هكاك مش مع يعني مش حلو. مش حلو. ما تعديت إلى مرحلة أخرى. إي طبعا يعني مش نقعد نخلي صورة وفي وقتها ومرحلة وتجاوزتها. لا يعني تولي مكبلة. ومعطلة للمستقبل. عاملتيلي قلت ما عنديش استعداد توا باش نعاود تجربة الزواج لنلقى التوازن نتاعي. هذه عندها عام الجملة اللي عندك. لقيت التوازن نتاعك اليوم ولا؟ التوازن وي أما هذا ما يمنعش أنا ما نحبش نعرس توا مازال بكري. ما التوازن الحمد لله يعني أنا في شخصيتي معناها ديما نتجاوز نعرف كيفاش نلملم روحي ونتجاوز اي مشكله مهما كانت كبيره ولا صغيره معنا. الحمد لله بالنسبه لي انا ما فماش حاجه اقسى او اصعب من انه لطف معناها لطف علينا الكل في الوالدين. بالنسبه لينا والديا لاباس الباقي كله يهون. شنو الحاجات اللي كي تحط راسك على المخده في الليل تحلم بيهم اليوم؟ نحلم بيهم ولا عندي أبار الانترفيو ذايب شعلم بي برشا والله يعني نحلم برشا حاجات بهين. أنا أمبيسيوز أنا طموحة وديما نحلم إيجابية لو نحلم مستقبل بيهي وديما أي ليه ليه أختي إيش تقولي نحلم والله بفرطته باش نوقز من بعض. أنا ديما نحلم بروحي باش ننقز من ستين بيتاج. لحظة أنا جايكم باش نعمل عليكم دورة بالواد بالواد سونيا باش تحلم أنت في الليل أعطيني الحلم نتاعك شنو؟ الحلم نتاعي شنيا؟ ما عنديش حلم بركة أنا، عندي برشا أحلام. أعطيني واحد من الأحلام. ننجح في حياتي، خدمتي هي أهم حاجة. واحد راقد يحلم بروحه ونجح في حياته. بالطبيعة نبدا نخمم في خدمتي، نخمم كيفاش نجم نطور في خدمتي. أنت تخدم اليوم وين تحب توصل؟ وين تحب توصل؟ كيما قلت لك ننجح في خدمتي، فلا نحب أنت نص كتبته على العقم هكا ولا؟ تو إي كتبت على العقم تو لأن قد يكون من أحلامك بيبي. وي نحب باش مش نعرف اكثر من روحك. اي اما مانيش حاجه لي فريمون ماني حطيتها في اولويه. خاطر انا احلامك بيبي مثلا اي من احلامي بيبي ما انا ما نحطش الحاجات هذه اولويه معناها في حياتي فهمت هذه مش من الاولويات بيبي. لا مش من الاولويات لانه هذه تجيب طبيعتها لما تعرف الانسان المناسب. بيبي واحد اي انا نحب لي بيبي. مش من فري شوب تجيب ترجع لازم نلقاو الانسان المناسب كي وقتها نلقاو الانسان المناسب وقتها نقولوا هذا هو اللي نجم نبني معاه عائله يعني نشوف فيه انه بو صغاري نشوف شنو مواصفات الرجل المثالي بالنسبه ليك اليوم؟ اول حاجه لا جينيروزيتي عندي يا حاج في السيت كوم وفي الدنيا لا سامح بريجر هذا لا يمنع جينيرو
في شنيا في فلوس ولا في عواطف لا لا وضح جينيرو في فلوس جينيرو مش كاين في الفلوس نجم تنجم ولا في الاحاسيس والمشاعر ولا انت تنجم انت تعطيني فلوس وتوفر لي فلوس وماكش لاهي بيا اتونسيوني اللي تحكي عليه انا نحب الراجل هو لا يتنافى مع تعريف الحب في حد ذاته الحب هو كي تعطي العبد ما غير ما تستنى ان كونتر بارتي هذاك اش معناتها تعطي وتعطي من غير حساب فوالا ما غير ما تستنى شنو باش يرجع لك ولا الراجل يبدا لاهي بالديتاي يبدا اتونسيوني بالديتاي وسورتو سورتو يفرح كي راك تقدم يفرح لك ويل فو طومبو انا سمعت فماش رجال ما يتغشش كي مرته تقدم حتى حد لا لا فما ما نعرفش مرته تقدم هو يتغشش موجود فما فما انا نعيش في مجتمع شرقي مجتمع شرقي وهم كثر دونك عندنا توا زوز حاجات هل يخدم ولا يخدمش في الميديا والمجال الاعلامي لا جامي يقلقك ولا ما يقلقكش لا 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 جامي ما يلزمش يكون يخدم في الميديا بكل مستحيل علاه شنو اللي تفاعل الميديا باش يخليك تاخذ الفكره هذه هذا قرار معناها قطعي فهمت حسبوني عليه القرار هذا كان انا مازلت نرتبط بحد من المجال الحقيقه معناها شنو اللي ريتو للدرجه معناتها لا لا مش باش نحكي اللي ريتو اما انا ما عادش انا بالنسبه لي انا ما عادش نحب نرتبط بشخص انا صفا بري صفا بري نحب نعرف نحب نعرف متاخر من ليه ما نجمش نقول هكا ما نحبش الحقيقه ما عادش ما نحبش نكونوا نفس المجال خاطر اجي نقول لك المجال باش ما نقولوش جيت تو باش تحكي بالسوء على طليقها لكن المجال اي طبعا اي جايز لوس كامله في بالها صفا مريم طب بعض نقولوا يعني ما تقولوليش تو نحب نفهم طب بعض يا مريم يعني المجال تنجم تقول اللي زاد كهرب لنا جو في حياتنا الخاصه وبرشا ناس من الاول كانت محليكم وما بنكم ومحليكم مع بعضكم ما هي تعمل هكايا وبعد تبارك الله عليهم يعني دخلوا يعني الغالب نعيشوا في مجتمع حاشا الطيبين وحاشا اللي ما يستاهلوش مجتمع منافق يعني من الاول محليكم تهبلوا تقتلوا اللي انا نقول تموتين بعضكم وبعد بارك الله هو من غادي وانا من غادي دونك حتى بعد تقبلنا يعني بعد الطلاق يعني وحكينا يعني بعد تفرشت الكوارت الكل وذا مساج للعباد اللي راهو الحبل مش الكذب بركه حتى النفاق لانه باش يجي نهار باش نتصافي ونحكي يعني المكتوب وفيه لكن نجمو نحكي ونتصافي ونقعدوا اصحاب وفهمت لكن النفاق مش باهي يعني محليكم ومن بعد توليو الضرب فهمت انا برشا ناس من المجال كانوا يقولوا لي محليك وفي التلفزه تعجبنا وكل شيء توا وليت نشوف في تعاليقهم يقولوا دخيله على الميدان هو دخلها للميدان لو انه حيوت تسعه تشهد انه انا دخلت في كاستينج عن جداره شو رايك نعطيك الكاستينج بتاعك؟ واش خص ولا واش خص؟ خليها سيربريز باش ترجع بعدين مره اخرى. اي على حتى ثقه كبيره على سوني على الصراحه نتاعها. شو مسير انه عابد يقبل معناتها درجه من الاحراج في الاسئله هذه دونك يعطيك الصحه سوني. عايشك وقيت يا جماعه باش تمشيوا الفقره مع بعضنا تلهي بالصغيرات والكبار مع بعضهم وتهتم براحه الامات والاباء والصغيرات مع بعضهم مع ليبيرو بودوس. ليبيرو بودوس نفهمو على طول الخط أهم حاجة في حياتنا هما صغيراتنا دونك تحية كبيرة برشا للآباء الكل والأمهات تبدأ لم خويا في اللي تعبة لم تبدأ تعبة في الليل وصاهرة في الليل الليل يا خويا وهي لاهية بك الصغرونة ذاك ولا البنوتة تستنى فيك النوارة ذيك وقت الشي كبر وضربه ضربتين تمشي تعمل تبل ولا ما تبلش؟ أيه. اصفر ولا ازرق؟ اصفر ولا ازرق؟ ازرق ازرق انت ازرق مريم والله كان وش معناتها اللون الازرق تلقاه في الكوش تاع ليبيرو بودوس الخط تلقى ازرق اش معناتها؟ معناتها جي في بيبي ولا وانت من اول العام بدلولي اصفر اصفر شنو معناتها اصفر؟ اصفر معناها شايحه تنجم تكمل السهريه نتاعك تنجم تكمل السهريه نجم الام راهو اسمع شو كي نقولوا راهو لهوة بالصغار راهو مش كان الام بركه راهو حتى البوزه ده كيف كيف معناتها انت ساهمت في التربيه نتاع الصغار هكا بيان سور نتبع في الجوج كل يوم جوج الجوج نتاع الكوش هاي تاع هاي زي خاصه التكنولوجيا هذايا كما قلت لكم البارح راهي جديده في تونس يعطيهم الصحه ليبيرو بودوس مؤشر البلل دونك اللي هو بالعربيه مؤشر البلل دونك هكا تفهموا صغاركم على طول الخط كان الصغرون خويا يزمك تبدل له كوش وتلقى اللون ازرق دونك تبل سي بون مرنخ سي بون ما كانش تلقاو لون اصفر معناتها راهو مازال وقتها مازال تنجم تخليه شو الصفر كيف
كي قاعد نواصلوا في الجو نتاعنا دونك يحضر معنا اليوم زوز متبارين اخرين اللي هما ضياء الدين وسميه. مرحبا ضياء الدين ومرحبا سميه. مرحبا. دونك ضياء الدين وسميه هما اللي دخلوا على الباج فيسبوك وساهموا في الباج فيسبوك تاع ليبي غوبودوس. دونك موجودين زوز وصاحبتهم عمليه القرعه. دونك الفائز فيكم باش يروح بليفري ديبارني فيه 5 ملايين والمنهزم كوميم يربح مع ليبي غوبودوس. فما شي واحد يروح يدي فير. دونك باش يربح وصل شراء بقيمه 500 دينار من اهداء ليبي غوبودوس. باه دونك نبداو بالاسئله. دونك 5 اسئله ليك و5 اسئله لها هي. نبدا منك انت يا سميه. السؤال الاول، ابتداء من اي عمر تبدا تنوع في الماكله لصغيرك؟ يا من 4 شهور ولا من عام؟ 4 شهور. 4 شهور. 4 شهور. متاكده من الاجابه؟ مش قبل معناتها، مش من شهر الاول ولا شهرين؟ لا 4 شهور. 4 شهور. للاسف الاجابه نتاعك اجابه صحيحه. خويا ضياء الدين تعاون في الدار انت ولا تعاون المدام؟ بيان سور. بدلت كوش تاع صغيرات؟ بيان سور. قداش مره تبدل كوش في النهار؟ سالي با قداش مره يبدل؟ كل ما يغلق يبدل الكوش. بطال انت ولا تخاف؟ هو انا محاله فيه البوند الزرقاء معناها واضح. دونك هكا تولي سالم. بلا بين قوسين، كيفاش جيت لهنا؟ احكي لي تفرجوا. والله المدام حبت تعمل بوست على التصور في الباج فيسبوك نتاع ليبي غوبودوس. ليبي غوبودوس. قعدت نشوف في الباج نتفرج نلقى سؤال جاوبت عليه باغازار هكا. اي بون بعد طلبوني. عليك بطريقة سهلة على الآخر، هل لازم ننظفوا عينينا الرضيع إي ولا؟ ننظفوهم. ننظفوهم. سور؟ إي سور. إجابة صحيحة نقطة. إسكو الرضيع ينجم يضحك وهو راقد؟ ينجم. ينجم. صحيح. يقول لك يضحك الملايكة. الملايكة. يضحك الملايكة. إجابتك صحيحة، تضحك تتفرج في 7 صبايح. إجابة صحيحة نقطتين. وقتاش تظهر أول سنة؟ ياما في 6 شهور ولا في العام؟ 6 شهور. 6 شهور. متأكد من إجابتك؟ للأسف الإجابة بتاعك إجابة صحيحة. هل من المهم انك تحكي مع الرضيع؟ اكيد. وهو اذا مش يفهم فيك ليش بس تحكي مع شطول؟ فهمتيش هذيك؟ باش تقول له؟ ما تحكي معاه تقول له؟ نحكي معاك اني نحكي مع انسان كبير. هي شو تقول له؟ تقول له والله ريت الحكومه الجديده والله. كي نجي باش نواكلو ونحكي معاه نقول له راني باش نواكلك باش نعطيك الماما. تقول السلام راني باش نواكلك. اسمعني شو ودي؟ كيفاش تحكي معاه؟ كيفاش بلا ميثود تحكي معاه؟ كيفاه؟ اعطيني مثال. كيما باش يمشي يرقد نقول له هيا ماما باش ننيك حطه في حضني ونقول له هيا نني ونبدا نغني له. الله الله سبحان الله يعطيها الصحة. إجابة صحيحة دونك نقطة أخرى. الرضيع ما يشوف الألوان الكل كي تولد، اسكو يشوف الألوان الكل ولا؟ لا كي تولد يشوف الألوان الكل. لحظة الرضيع كي تولد اسكو يشوف الالوان الكل؟ لا. شو يشوف؟ يشوف بعض الالوان مش الكل. مش الكل. مش الكل. والاجابه نتاعك اجابه صحيحه. كيف يولي لون الخط الاصفر اللي على كوش ليبي غوبودوس ازرق؟ شنو يلزمك تعمل؟ لازمني نبدلوا الكوش خاطر تبل. لا لا لحظه الكوش هذاك حتى قبل ولا تبدلوا الكوش؟ تبدلوا الكوش. تبدلوا الكوش. إجابتك صحيحة دونك تبدلوا الكوش. الرضيع يعطس حتى لو كان ماهوش مريض، صحيح ولا غلط؟ صحيح. صحيح. كيفاه هيك صحيح؟ صحيح. عليه هي عليه. عاود له سؤال أمين بالكش ما فهمش بالكداب. كيفاش نجاوب صحيح من غير ما فهم شيء معناتها؟ عاود له سبحان الله. الرضيع يعطس حتى كان مش مريض. ينجم يعطس حتى كان مش مريض؟ ينجم. كيفاش يعطس الرضيع؟ ايه الرضيع اللي عنده يعطس. يعطس كيف يعطس. للاسف الاجابه بتاعك اجابه صحيحه. هل الغاز حاجه لازمه بالنسبه للرضيع؟ بيان سور. فلازم يكون عنده غاز؟ حاجه لازم يكون.
حش وضح لك رد بالك اسكو لازم يكون عنده الغاز في الشيء طيب فهمتها انا فهمتها اي ولا اي لازم يكون عنده الغاز وهو كبير خاطر عنده صغير جيل الغاز وعنده ميكروواند انا خاطر ولدي تربي لي بالغاز معناتها صغار الكل لازم يكون عندهم الغاز عادي اي على خاطر كل صغير يتعرض للهواء ياخذ غاز اجابه صحيحه باش تغسل صغيرك من المستحسن تستعمل ايديك ولا منشفه تستعمل حم شتي حم ما نعرفوش سؤال وجيه بصراحه سؤال وجيه نعم بوزينك يا عايشه انت وجيه على الاخر عايشك ان شاء الله نجاوبوا عليه صحيح ان شاء الله تسنى في فوسكا ولا شنو بالفيلينغ نعم بالاحساس هو بالاحساس تغسل له دونك نغسلوا له بيدينا دونك نعاود لك مره اخرى باش تغسل صغيرك من المستحسن تستعمل ايديك ولا منشفه ما تنشف حاجه تغسله بحاجه غون هكا حاجه صباح خير بيديك باليدين اي وللاسف الاجابه صحيحه باه الاولاني اللي يعطي الاجابه على السؤال هذا يكون هو فاز بينكم متعدين 5-5 دونك السؤال الاخراني باش تنظف لصغيرك تستعمل يا اما صابون عادي ولا صابون ذا درجه حموضه محايده بي اتش نوتر محايده اجابته هو صحيحه الف مبروك لي يا الدين الف مبروك الله غالب الله غالب ذي الدين يعطيك الصحة خويا ألف مبروك ليك كارني دي بارني بقيمة 5 ملايين من أهداء ليبي غوبودوس مدام يعطيك الصحة ومبروك زادة ربحت وصل شراء بقيمة 500 دينار من أهداء ليبي غوبودوس دونك ديما مع ليبي غوبودوس فما ديما شكون عندنا فائز وإن شاء الله يا ربي صغيراتنا ديما في صحة جيدة نرجع توتسويت لليميسيون سبيسيال رمضان ليبي غوبودوس نفهمو على طول الخط للتذكير تنجموا تربحوا مبلغ 5 ملايين كاش غدوة لقيت هذا يا خويا في الميسيون يبدا اسمك موجود افشل الشاشه ونفنف خويا بمبلغ 5 ملايين كاش دونك ابعث توا الاس ام اس او على 85-860 سعر الاس ام اس دينار 440 لعبه تحت اشراف الاستاذ احمد العرفاوي ومبلغ ال 5 ملايين هاهم لهنا بحذانا تتسلمهم نقدا دونك ان شاء الله مبروك اللي باش يربح وان شاء الله ربي في الشر الفضيل يكون يستحقهم بالرسمي ان شاء الله نتلفتوا خويا لك الدويره نتاعنا ديكوراسيون مزيانه 14 جست موصيل على نتلفتوا للدويره المزيانه وللديكوراسيون المزيانه تو سويت مع زين هوم زين هوم ذا ارت اوف ليفينج خويا ان شاء الله والميزونيت دي سيربريز ديما فما فايزين وديما ان شاء الله بوت ربي فما جديد ونستقبلوا جوستومون تحكينا على جديد ملك من زين هوم مرحبا ملك مرحبا صديقتنا ملك عسلامة لله مرحبا هذا الميكرو تفضل تفضل بحذا ملك مرحبا مرحبا قص شعرها وجات محلاها ملك مرحبا عايشك مرحبا بكم الناس الكل كما العادة زين هوم دونك بجديد نتاعها اليوم والمرة هذه باش نحكيو على النوفيل كوليكسيون اللي هي موجودة في مغازات زين هوم الكل العشرة نتفرجوا في الفتيات كما العادة ونرجعوا لكم حاجة طيارة على حاجة هي هيلة برشا
نوفيل كوليكسيون هذه امين موجوده في مغازات زين هوم العاشره في تونس في سوسه في نابل في صفاقس وقيب الزيده. شنو فيها؟ فيها سالونيت لي شامبر اكوشي ولي موبل انتيليجون اللي انت حكيت عليهم مره الاخرى كلي كلاك وبيانو تابل اكستنسيبل الطاوله توسع خويا بعلوش اكزاكتومون ملي تكون ترفع 6-4 بيت تولي ترفع 6 وحتى 8 بيت. مثلا تستدعى انت اربع من الناس يجيو بحذاك يجيو زوز يجيبوا زوز ما يقولولكش شو غاش تقول لهم ديما تضحك ترد زوز بلايص اما خير تطردهم الكل موجوده الحكايه هذه تصرفوا مع بيت معناتها ياسر يهندوا في رمضان هما موجودين هنا ديما يجيو شحال. وزيد عنا امين نوفيل كوليكسيون. عنا امين نوفيل كوليكسيون. انت ديما نوفيل كوليكسيون. امين اكستنسيبل. اكستنسيبل. يخدم سبعه برامج في جري ودرمان. دونك في نوفيل كوليكسيون شنو عنا؟ عنا ديزارتيكل متنوعين اللي هما فيهم دي ستيل متنوعين من المودرن للكلاسيك. استعملنا فيهم دي تيشو معناتها مختلفين كيما الفلور اللي هو تيشو ياسر توندونس السنه. للتوال. كيف كيف لي ماتيريو اللي استعملناهم كلهم معناتها توندونس وان بلوس زين هوم ديما معودتكم ان تري بون رابور كاليتي بري دونك زين هوم باسويمها الباهيه على الاخر اسويم امباتابل بصراحه اسويم امباتابل وزيد فوق هذا بالكارت فيديليتي نتاعكم تنجموا تتمتعوا بدي روميز على لاشام نتاعكم دونك اللي باش يشريو من زين هوم يبريزونت لا كارت فيديليتي ويتمتعوا باللي غوميز نتاع زينهم. باه بالنسبه للي قادمين على العرس وكل اللي باك مارياج نعرفوا توا هذا الجاي. بعد رمضان عاد شفت الضرب توا. رمضان عروسات. اكزاكتومون لي باك مارياج توجور ديسبونيبل دون لي ماغازان موجودين من لي باك اللي فيهم لي سالون لي تابل ا مانجي والكريستي نتاعهم لي شامبر ا كوشي موجودين متوفرين وعلى ذمه الناس الكل. معلش كان على لي باك مارياج يا شيخ. لي باك مارياج شيخ خو. قالوا لا سونيا جمله ما حضر لي باك مارياج ما عادش ترسل عليهم جمله. باش نجم تبدل دار باش تبدل سالون مثلا نوفيل كوليكسيون فما كوليكسيون جديده هي واحد كي يبدل الديكور تاع الدار حتى بسي يبدا بالراس اي والله والله ما تريد ساعات لوجيسيال ساعات تبدل الالوان كهو تحس معناتها محمد نحكي بالراس هكا ولا مالك حتى الالوان سورتو كي تبدا زاد الاسوام في المتناول الجميع انت تجيب حاجه جديده وسومها يبدا من الطياره وتحفون واكسيسيبل ومي بون كي تدخل دارك تلقى حاجه مزيانه يرحم والديك على كركارته اللي مديتها لي زاد تربى هذيك شرينا الطاوله انا اي حطينا استعملتها استعملتها جاي استعملتها ولا لا ما زلت والله اليوم كنت مش استعملها ما مش عاود يعرس ماذا بيه بدايخ من 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 سوسه بحذا جوهره مرحبا بك من الاذاعه كنت باش ندخل بعد ما نجمت الدنيا قايله قلت غدوه نمشي ان شاء الله واليوم تعبوا جايز شويه النهار لا اليوم ضربه معك ليتيسيا اه وي مو جيتي زالي لا سيمين ديرنيير جي تروفي دي بيتيت شوز مينيان وانت يا حكيم ما خذيتش حكيم وقتها ماهوش معنا فاتت ولا اوتوكا لي ماغازان تاع زين هوم محلولين حتى بعد شقان الفطر حتىك شي نص الليل نص الليل حتىك شي نص الليل قبل شقان الفطر الخمسه وبعد شقان الفطر نص الليل محلولين بعد شقان الفطر كيلوغي حلو يحلو 9 ونص من 9 ونص لنص الليل دونك تنجموا تمشيو عينيكم محلوله بعد شقان الفطر وتنجموا تشوفوا لا نوفيل كوليكسيون تنجموا تمشيو عينيكم محلوله وتقضيو عينيكم مغمضه خاطر جارانتي 100% فوالا دونك هذاك علاش يعطيك الصحه مالك عندك حاجه تزيدها احنا توا باش نعملوا التيراج شكون اليد البريئه سونيا انا بصراحه اليد البريئه سونيا اجا سونيا سونيا اليد البريئه برا بدر جوست هو الفائز الفائز اللي باش نشوفوا اسمه افشل الشيش افشل الشيش خلينا نشوف انا شويه ساعه سونيا الكادو شنو دونك دخل يدك في الميزونيت يلا زين هوم واعطينا الكادو شنو دونك حل لنا الورقه وقول لنا شنو الكادو اللي موجود سكول ساعه مين لا ابشر راهم بعد افشل الشيش اوكي كارت كادو 300 دينار دونك كارت كادو بقيمه 300 دينار من ادا زين هوم فوالا واسم الفائز موجود حاليا أسفل الشاشة أفشل الشاشة ألف مبروك أي واحدة واحدة يزي كل مرة وحيدة يزي في المرة يعطيك الصحة مالك عايشك ميرسي كما العادة اللي يتفرجوا فينا الكل ينجموا يشاركوا في الجو فيسبوك نتاعنا يدخلوا على الباج فيسبوك زين هوم ويجاوبوا على سؤال اللي متلقاوه موجود على الباج شنو هي الحاجة الجديدة اللي موجودة في مغازات زين هوم وإن شاء الله مربوحة الناس الكل إن شاء الله مربوحة الناس الكل وإن شاء الله رمضانكم مبروك مع زين هوم Zen Home, the art of living. هكا كل سنة الآخر ليميسيون سبيسيال رمضان حاب تصفيقك كبيرة برشا على سونيا. يونس يعطيك الصحة سونيا مرحبا. عندكش ميزون دو كوافور معناتها عندها شنو يقدي شعري ويلبسوني فازي هكا توا. سي المومون هذا هو. لا لا الحقيقة. حتى حد. أنا عندي. شو مدخلك أخويا؟ نحب حتينا. تحب حتينا. باهي فازي سونيا ما عندك حد. المكياج فريال ستوديو. أي. إي فوالا.
وكهو ان شاء الله المسلسل مازال بشكل لا اكسسوار نقشه اكسسوار نقشه لا لا خليكم اي بازي بعده شيء هاني كوليكشن اي هاني حطينا هاني كوليكشن اي بعده هنا ميك اب اند هير من اكويا وسكو جوبورت سي وافي كوتور يعطيك الصحة مريوم يعطيكم الصحة سونا يعطيك الصحة بونجور ليكونيكور جمهور نتقابلوا إن شاء الله غدوة في نفس التوقيت ذكركم بغدوة لعبة على 5 ملايين نبعثوا بالاس ام اس على 85-860 ليلتكم زينة باي باي